إجراءات مجددة ومجموعة من القرارات اتخذتها الحكومة المصرية خلال فترة عيد الفطر بهدف منع التزاحم خلال هذه الفترة. وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مناسبة عيد الفطر تشهد العديد من العادات الاجتماعية والتجمعات الكبيرة والنزول إلى الشوارع والتواجد بكثرة في الميادين والأماكن العامة، وهو ما يؤدي إلى حدوث تكدس ويعطي فرصة لانتشار هذا الفيروس. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من هذه الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة العيد هو تجنب الإصابة بالفيروس قدر الإمكان، إلى جانب الحد من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع، الميادين وفي الأماكن العامة. وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم اعتبارا من يوم الأحد القادم الذي يوافق 24 مايو وحتى الجمعة الذي يوافق 29 مايو غلق جميع المحال والمولات التجارية، إضافة إلى المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة بهدف الحد من انتشار هذا الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدءا من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباح اليوم التالي. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي خلال هذه الفترة، إضافة إلى أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعي بين المحافظات المصرية من أجل الحد من حركة المواطنين سعيا لتحجيم انتشار الفيروس بينهم. وقال مدبولي إلى أن الحكومة تدرك تماما إن هذه الإجراءات قد تكون صعبة إلى حد ما، ولا سيما على طبيعتنا البشرية وحول رغبة الكثيرين في النزول للاحتفال بالعيد، ولكنها تراعي وتضع في اعتبارها بالمقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين وعلى سلامتهم. وأضاف مدبولي أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على أنه اعتبارا من يوم 30 مايو سنبدأ في السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدار الأسبوع، كما كان الحال في شهر رمضان المعظم، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءا من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباح اليوم التالي، وذلك لمدة أسبوعين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. خلاص أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين. وزي ما تابعنا في التقرير، وامبارح أعلن رئيس الوزراء في بيان له بالأمس عن عدد من الإجراءات بتعتزم الحكومة تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة من يوم 24 مايو وحتى يوم 29 مايو، منها إغلاق المطاعم والمناطق اللي بتقدم الخدمات الترفيهية والمولات، أيضا حظر حركة المواطنين بدءا من الساعة 5 مساء خلال هذه الفترة، أيضا على أن تعود حركة أو حظر حركة المواطنين بعد نهاية أسبوع العيد من الساعة 8 مساء، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى أعلن عنها رئيس الوزراء. قراءة أكثر في هذه الإجراءات وأهميتها في تعزيز التباعد الاجتماعي، وأيضا محاولات لمنع أو تقليل انتقال هذا الفيروس بين المواطنين، خصوصا بعد ما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ضرورة أن نتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس حتى يتم إنتاج لقاح وعلاج له. معنا دلوقتي دكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. دكتور أمجد صباح الخير، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين وأهلا بحضرتك. حضرتك إزاي تابعت القرارات والإجراءات اللي أعلن عنها رئيس الوزراء بالأمس، خصوصا خلال فترة عيد الفطر المبارك؟ خصوصا إحنا عارفين عيد الفطر بيكون مناسبة اجتماعية، بيحرص الأقارب والأصدقاء على الالتقاء والتجمع والاحتفال بالعيد. بصراحة القرارات دي إحنا كنا مستنينها من زمان جدا جدا، لأن فيها بنود مهمة جدا بالنسبة لنا كأطباء كنا بنناشد بها من زمان، وهي فكرة ارتداء الكمامات أن تكون إلزامية بدءا من 30 مايو. هتبقى إلزامية في جميع المصالح الحكومية، في الميادين، في وسائل المواصلات. هي القرارات كلها جيدة جدا. ليه؟ طب عشان نقراها كويس، هي ليه القرارات دي مهمة بالنسبة لنا أو جيدة جدا؟ لحد دلوقتي مفيش لقاح أو عقار لهذا الفيروس،
بمعنى لحد دلوقتي ما فيش حاجه تقي منه وما فيش علاج ليه، هي مجرد بروتوكولات بيتم تجربتها، اثبتت نجاحات ولكن لم تعتمد رسميا ان تكون هذا هو علاج لفيروس كورونا. حتى اللقاح حتى الان العلماء بيبذلوا مجهود كبير جدا للتوصل ليه قبل عام من الان، ولكن برضه لسه بيجدوا صعوبات، لان هذا الفيروس كما نعلم هو فيروس متحور يتحور باكثر من شكل، يفقد محتواه الجيني كل يوما جزءا، فيجدوا صعوبه في انتاجه. طب لحين انشاء لقاح لهذا الفيروس او وجود دواء له، ايه هو الحل لهذا الفيروس؟ الفيروس سريع الانتشار، سريع العدوى، فيجب عشان نمنع حدة انتشاره يجب عمل تباعد اجتماعي، ارتداء كمامات، نظافة شخصية. طب ايه دور الكمامة في هذا الموضوع؟ احنا عارفين ان الفيروس بينتقل عن طريق الرذاذ والتنفس، جزء كبير من مجتمعنا يكون حامل لهذا المرض ولكنه بدون اعراض ولا تظهر عليه الاعراض، وهو 80% من الحالات. بمعنى ان ممكن يكون في جزء في مجتمعنا متعايش معانا، موجود في شغله وموجود في عمله وهو لا يعلم، مش هقول ان هو مخبي ان هو عنده الفيروس، لا هو ممكن لا يعلم انه مصاب بهذا الفيروس ويقوم بنشر العدوى داخل المجتمع بدون درايه او بدون معرفه. طب لو احنا الزمنا هذه الشريحه او الزمنا المجتمع بارتداء الكمامات، فرص نقل العدوى بتقل بنسبه كبيره جدا في حاله ان الكل يكون ملتزم بارتدائها. بمعنى ان انا مثلا انسان سليم ومرتدي الكمامه ولكن مخالط لاشخاص لا يزالوا مصابين وهم مش مرتدين الكمامات، دي فرصة نقل العدوى لا تزال موجودة. ولكن إذا الجميع التزموا بارتداء الكمامات، نقل العدوى هيقل بكمية بنسبة كبيرة جدا، تصل مثلا ل 99% مش هيكون في نقل العدوى. بمعنى أن هذا الإجراء هو إجراء مهم جدا لمنع انتشار العدوى، ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، منع التكدسات في المولات، وده طبعا طوال اجازه العيد مش هيبقى فيه مولات ولا تجمعات ولا محلات، ودي اجراءات جيده جدا للحد من نشر العدوى. طب احنا هنحدها لحد امتى؟ لا احنا حتى بعد العيد، مش معنى ان احنا بعد العيد هنرجع شغلنا تاني، هذه الاجراءات مستمره معانا ببروتوكولات معينه وبتوصيات معينه علشان نستمر في التعايش مع هذا الفيروس. بمعنى ان بعد العيد جميع المنشات الحكوميه والمصالح الحكوميه لن يتم استقبال اي عميل او موظف الا ما يكون مرتدي الكمامه. تمام. هيتم اجراءات تباعد اجتماعي في كل المصالح الحكوميه. حتى محطات المترو ووسائل المواصلات العامه سيكون في الزام على الناس ان هم يرتدوا الكمامه. احنا لو ارتدينا الكمامه كلنا، صدقني نسب الانتشار العدوى هتقل بنسبه كبيره جدا، ومش هنحتاج لحظر كلي لو التزمنا. طيب علشان نضمن فعاليات ارتداء الكمامه وانها فعلا مش مجرد ان احنا حاطينها منظر او شكل او كاجراء علشان ندخل نقضي المصلحه بتاعتنا ونخرج مره تانية، هل في فتره زمنيه للكمامه ان احنا نستخدمها؟ هل في انواع من الكمامات بتكون غير انواع اخرى بتكون اكثر فعاليه في يعني منع تلقي الفيروس للشخص اللي بيرتدي الكمامه او حتى لنقل الفيروس من الشخص المصاب الى اشخاص عاديين؟ خلينا نقول ان احنا الفتره اللي فاتت كنا بنراهن اكتر على وعي الناس، ان احنا بننصحهم في وسائل التواصل والميديا والاعلام يا جماعه الكمامه مهمه، ولكن ما كانش في شيء ملزم للناس الا الوعي ان هم يرتدوها. دلوقتي اعتقد ان هي هيبقى في قوانين هتخلي الموضوع ده الزامي واجباري، ان هو غير مرتدي لهذه الكمامات سيكون في عقوبات عليه، وانا شايف ان ده خطوه جيده، لان في جزء من المجتمع في جزء منه من الاستهتار كافي ان هو مش مقتنع ان الكمامه دي بقت حاجه اساسيه. ايه الكمامه دي اللي هتقي من الفيروس؟ لا يا جماعه، هو الكمامه هي العلاج الحالي لهذا الفيروس، فارتدائها سيكون الزاميا واجباريا، ودي خطوه جيده. تمام. بالتوازي ان الحكومه وجهت المصانع والشركات انها يتم انتاج كميات كبيره من الكمامات. طب ايه هي الكمامات اللي هي متوفره في السوق الان؟ احنا عندنا الكمامات الطبيه اللي هي الخاصه بافراد الاطقم الطبيه في العزل اللي هي ال N95، ودي طبعا مخصصه للافراد الطبيين فقط، لان هي شخص مخالط لحد مصاب جوه مستشفى، ده اللي هو الاطقم الطبيه هي اللي بتلبسها. في حاجه تانية هي الكمامه الجراحيه، ودي هي المفروض اللي هي اكثر استخداما وشيوعا، ودي اللي هي الخفيفه ودي لو الكل ارتداها بتدي حمايه كبيره جدا، ممكن تصل الى 95 او 99% بشرط ان الجميع يرتدوها. ارتديها طول اليوم ولا فتره معينه ولا ممكن اقضيها لحد ما يعني انا لو انا ما شلتهاش ولبستها، يعني انا فاضل مرتديها طول اليوم بدون ما تيجي عليها، ممكن تقضيني اليوم كله، بس فكره قلعها ولبسها باستمرار دي مش صح، يعني مش فارق ان انا قضيت المشوار اقلعها واحطها في جيبي واملبسها بعد 5 دقائق واروح مشوار تاني وارجع تاني البسها، هو لمسها اكتر من مره وخلعها ولبسها ده مش صح، لكن لو انا كملت بيها طول اليوم بدون خلع او ان انا ملامسه ليها، دي ممكن تقضيني اليوم كله. تمام. تالت حاجه الكمامات القماشيه اللي عليها جدل لحد دلوقتي، وان امبارح كان في توصيات ان احنا هنستخدمها وهنغسلها ونعقمها، انواع معينه من الاقمشه القطنيه، مش كل الاقمشه لان القماش بيعدي هذا النوع من الفيروس. ماشي، فانواع معينه اللي هيتم اعتمادها،
ويتم الاول مطابقتها للمواصفات قبل استخدامها. انواع معينه من القطن اللي هو ما بيعديش، اللي هو المسام بتاعته ضيقه جدا، وهتتعمل طبقتين وتوجهنا للمصانع انها تنتجها، والاول هيتم معايرتها ومطابقتها للمواصفات، هنشوف هي فعلا ينفع استخدامها لهذا الغرض ولا لا. لو ثبت مطابقتها للمواصفات انها فعلا ما بتعديش الفيروس وانها اكثر من طبقه وفيها فلتر، دي ممكن استخدامها وغسلها وكيها. لكن لحد الان احنا بنوصي بالكمامات الجراحيه، واللي الدولة هتبتدي توفرها الفترة اللي جاية، وهي دي الأمان الوحيد لهذا لمنع انتشار هذا الفيروس. تمام. في وثيقة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية حول تنظيف الأسطح وتعقيمها كجزء من مكافحة كوفيد-19، وقالت أن رش هذه المواد قد يكون غير فعال، والوثيقة قالت أيضا أن الرش في الفضائيات المفتوحة على غرار الطرق والأسواق وغيرها من الأماكن المفتوحة غير موصى به أيضا لقتل فيروس كورونا المستجد أو مسببات أخرى، لأن المطهر بيفقد تأثيره بالأوساخ والركام. طيب خلينا الأول أن التصريح ده الأول اتفهم أن الكحول مالوش دور في القتل هذا الفيروس. لا، الكحول اللي دور استخدامه على الأيدي وعلى الأسطح وبيئة الفيروس، يعني احنا لو استخدمناه زي ما احنا بنستخدمه على الأيدي والأسطح احنا فعلا بيقضي على الفيروس. المنظمة الصحية تقصد بذلك ايه؟ انا هذا المكان في شخص مصاب، انا لو طهرت هذا المكان اثاره او افرازات هذا الشخص اللي كانت موجوده خلال فتره وجوده دلوقتي ممكن نقضي عليها بالكحول، ولكن مش معنى ذلك ان المكان ده كده امن ان هو مش هيصاب تاني، او لو تعرض ليه شخص مصاب تاني قد يحصل تلوث لهذا المكان. هو لا يحمي حمايه ابديه، معنى انت لو رشيت الشارع ده بكلور مثلا او مطهرات انت ما منعتش ان كورونا يبقى موجود في هذا الشارع، انت نظفته من اي اثار او رواسب العدوى او شخص القى مثلا ايه حصل بسك في هذا الشارع او حصل عطس او حصل رذاذ، وان الشارع ده ممكن يكون فيه عدوى، انت عملت الاجراء ده انت نهيت على هذه العدوى وقتيا فقط لا غير وليس ابديا. بمعنى ان هي انت لو نظفت الاسطح، انت هذا السطح نظفته دلوقتي لو في اسطح ده، يعني مثلا على فرضيه ان السطح ده في حد عطس مصاب، لو عطس مصاب لو طهرته بتقضي على الفيروس، بس مش معنى ذلك ان هذا السطح هيفضل طول العمر من غير كورونا. لو حصل ان شخص تاني عمل باسك عليه، لو حد مصاب جه تاني يبقى دي عدوى تاني، عايزين ننظفه تاني، عايزين ننظفه تاني. فهو ليس حلا ان انا هفضل، لكن هو حل وقتي فقط لا غير، ان انا لو اشتبهت ان هذا الشخص او هذا المكان دخل فيه مصاب لو انا طهرته افرازاته او اثاره تنتهي بمجرد طهر، لكن لو دخل شخص تاني عنده عدوى وحصل بسك او عطس في هذا المكان فهذا المكان ايضا يحتاج الى طهاره مره اخرى. فعشان كده ويقال انه هذا غير مجدي ان انا هفضل كل شويه كل يوم ارش الشوارع وارش الميادين، فهذا غير مجدي ان انا كطريقه غير عمليه، يعني غير عملي غير عملي ان انا حاجه كحل طويل الامد لهذه المشكله. بس عادي يعني استخدم اللي هو الكحول اللي هو 70% 70% العادي ده طبعا بيقضي على الفيروس لو انت على ايدك او انت عطست أو أنت لمست سطح لشخص مصاب بهذا المرض، لو مجرد استخدامك أو نظافتك بالماء والصابون أو الكحول كافي للقضاء على هذا. هل في فترة زمنية علشان أستخدم الكحول؟ يعني فترة زمنية بين استخدام الكحول مرة ومرة، ولا يعني يفضل كل ما مثلا أعطس أمسك أي سطح معين كده؟ هقول لحضرتك حاجة، إحنا الفترة اللي جاية جالنا مشاكل كتير جدا من ناس من فرط استخدامهم للكحول، هي مشاكل جلدية مثل الإكزيما والحكة الجلدية. فإحنا البديل إيه؟ احنا في مصلحه حكوميه او في مكان او بنتقابل مع افراد كتير بيبقى معايا صابونتي في هذا المكان، ويتم غسيل الايدي بالماء والصابون لمده 20 ثانيه، بخلي الكحول معايا في حاله الطوارئ فقط لا غير لو مش متاح الصابون. بمعنى انا في محطه مترو وركبت وحاسس ان انا لمست اسطح كتير، مجرد ان انا ارش الكحول هذا الرش يقضي عليه تماما. ولكن فرط استخدام الكحول على الايدي يؤدي لمشاكل صحيه على الجلد كتيره جدا، فخلينا نستخدم الماء والصابون باستمرار، هي امان جدا وحاجه امان على الجلد وبرده بتقضي على الفيروس بنسبه كويسه جدا. استخدام الكحول هنخليه انا في مكان في الشارع وتعرضت مثلا فتحت باب عربيه رحت مكان حصل فيه احتكاك او تلامس لاكثر من سطح وانا قلقان، فممكن بعدها استخدم الكحول، لكن الافضل الميه والصابون، وهي جيده جدا لان احنا هنتعايش فتره كبيره، فاستخدامنا للمنظفات والمطهرات هيتم فتره كبيره، فمعنى ذلك ان احنا هنقنن نستخدم الحاجات الاقل اثارا جانبيه زي الميه والصابون. والكحول ليه دوره مهم جدا، ولكن هيستخدم لو انا غير متاح ان انا اغسل ايدي بميه وصابون. تمام. طيب بالنسبه احنا قلنا انه ممكن برضو الفيروس يتواجد على الملابس والاقمشه، لو في حد مثلا في اماكن ازدحام، احنا مثلا داخلين على عيد، ففي بعض الناس ربما هيسافروا هيركبوا القطارات قبل العيد، ميكروباصات غيره، وربما يكونوا متقاربين بعض الوقت، ربما حد يعطس، ربما يكون مصاب او حامل للفيروس،
هل برضو بننصح ان احنا نقلع هدومنا اول ما ندخل البيت ونحطها في الغسيل او كده، ولا ازاي يتم التعامل؟ هقول لحضرتك حاجه، هو دي الفكره اللي حضرتك بتقولها دي. احنا برضو طبعا قلنا ممنوع الاحضان، ممنوع القبلات، لان دي هي اكتر وسيله للنقل، لان احنا في اعياد وهنتقابل مع قرايبنا وهيبقى في احضان وقبلات، هنلتزم بالتباعد الاجتماعي لعدم نقل العدوى على الملابس. طب لو احنا في مكان في مواصلات زي ما حضرتك قلت المكان ده متكدس وفي تلاصق، لا، احنا لما نروح ممكن نحط هدومنا في الغساله، والغساله كافيه جدا جدا للقضاء على الفيروس. طب لو غير متاح، مجرد ان انت قلعت الملابس وتركتها فتره 12 ساعه هي كفيله جدا ان لو فيروس موجود على السطح تاني يوم ممكن بامان ممكن تتلبس. لكن لو انت قلقان ممكن اول ما تروح، لو انت حسيت ان انت حصل تلامس جسدي كبير جدا في منطقه ازدحام وان انت لصقت ناس، خايف ان انت يكون حصل من هذا الالتصاق عدوى على ملابسك، ممكن اول ما تروح بتقلعها وتحطها في الغسيل، كافيه جدا ماء الصابون ان هم يقضوا على هذا الفيروس تماما. تمام. طيب حضرتك تفسر بايه زياده عدد الاصابات المعلن عنها في الايام الاخيره؟ امبارح مثلا عدد الاصابات الجديده المسجله من قبل وزاره الصحه حوالي 510 اصابه، وصلنا دلوقتي الى حوالي عدد اجمالي الاصابات في مصر حتى الان المعلن عنها 12229 حتى امس. حضرتك بتفسر بايه زياده هذه الاعداد في الفتره الاخيره؟ عندنا ما يسمى بالعدوى الصامته. العدوى الصامته ان احنا عندنا اشخاص في هذا المجتمع هم مخالطين، احنا ما بقاش نبحث عن المخالطين نظرا للعدد لزياده الاعداد، خالط او حصل له عدوى معينه وهو فيروس، هذا الفيروس بنسبه كبيره جدا بدون اعراض. هذا جزء من المجتمع بيتحرك براحته جدا من غير ما يعمل اي اجراءات احترازيه، بيتم نقل العدوى بسلاسه جدا لاشخاص اخرين وهو لا يعلم، مش بقول ان هو متعمد نقل العدوى، هو لا يعلم انه ينقل العدوى ولا يرتدي كمامه. هذا الشخص لو ارتدى كمامه وطبق اجراءات التباعد الاجتماعي كان حضرتك عافانا كتير جدا من كم الاصابات الكتيره اللي بتحصل دي. تاني سبب ان فينا اشخاص كتير قوي بيبقوا مخالطين لحالات ايجابيه، واحنا بنقول لهم اعزلوا نفسكم في البيت الاسبوعين، بوعي او بدون وعي بنلاقي الناس دي ما بتتعزلش اسبوعين، وهو يقول لك طب ما انا كويس انا عايز ليه؟ هو انا لسه استنى، طب انا عايز اشوف شغلي، وهو ممكن يكون حامل لهذا المرض وهو لا يدري وبيمارس عمله ومفيش كانش في حاجه ملزمه لاقعاده في البيت. ودي هي اسمها قنابل موقوته لنشر العدوى. فعشان كده يا جماعه التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه صدقوني اهم من اي حاجه ممكن نعملها الفتره اللي جايه. لو لبست كمامه وعملت تباعد اجتماعي هتقي نفسك وتقي اسرتك. في تعاملهم مع كبار السن، انا شاب وشغال في مصنع ورايح جاي لشغلي وبقابل ناس وبخالط ناس، لو انا مرتدي كمامه وروحت بيتي بقابل والدي او والدتي وانا مرتدي كمامه، بتعامل مع كبار السن بحذر، فرص انتشار العدوى هتقل بنسبه كبيره جدا. احنا لو صبرنا بهذه الاجراءات الاحترازيه وعملنا التعايش باجراءات كويسه ان انا ما بلبس كمامه حتى مع كبار السن حتى مع جدي وجدتي، وعملت هذه الاجراءات، الفيروس بالتدريج بيقل حدته. ودي نظريه وبائيه مهمه جدا، الفيروس بيبقى ليه ذروه وبتدي يضعف بالتدريج، لان ما فيش فيروس بيستمر، بيتحول الى حاجه متوطن في هذا المجتمع ولكن بيكون بصوره اضعف. امتى نقدر نقول ان احنا في مرحله الذروه او احنا لسه ما وصلناهاش او احنا خلاص بنسجل المنحنيات وخلاص عدينا مرحله الذروه؟ بص، هو ذروه مصر مختلفه شويه لان احنا مش من الدول اللي بتعمل الفحص للجميع. خلاص احنا بنعمل فحص للحالات اللي بتظهر، فده احنا الحالات اللي بتظهر دي الحالات الاكيده المؤكده اللي هي ظهر عليها رد بنعمل لها. مؤشرنا اكتر الحالات الوفيه وحالات التعافي. حالات التعافي عندنا كويسه جدا، امبارح خرج اكتر من 200 حاله. حالات الوفيات نتمنى انها تكون صفر، لكنها برضو في اطار اللي هي مش حاجه الوبائيه الحاده، ان انا بشوف في اليوم وبائيات في الدول اللي حصل عندها ذروه كانت بتبقى بالالوفات. في مصر لحد دلوقتي نسب الاصابات مش هقول ان هي عاليه او متوسطه، لان احنا مش ده مؤشري، لان انا بعمل للحالات فقط اللي انا مشتبه فيها اشتباه تام، مش بعمل ما يسمى بسكريننج او فحص للجميع زي ما بيحصل في بقيه الدول عشان تظهر لي مثلا حالات مصابه وهي بدون اعراض كتير قوي. وده بيبقى بيثقل على الدوله ان انا شخص سليم وبعمله هو ممكن يبقى سليم ما عندوش او عنده بدون اعراض، فانا بعمل الاشخاص اللي هم عندهم اصابه فعليه، فده مش مؤثر انا عندي اصاباتي دي حقيقيه ولا لا. المؤشر الحقيقي بالنسبه لي ان التعافي جيد جدا وده شيء كويس، معدل الوفيات الحمد لله في اطار الامان ونتمنى ان هو يقل عن كده ويصل الى زيرو. هذا المؤشر بتاعي هو مؤشر شبه ثابت يومي يتارجح من زياده ونقصان كل يوم، فانا لحد دلوقتي عندي نقدر نقول معدل الاصابات ثابت، معدل الوفيات والتعافي كويس جدا. لو ثبتنا على الكيرف ده وبتعملنا الاجراءات الحساسيه اتوقع ان هو معدل الاصابات هيقل، معدل الوفيات هيقل، ونسب التعافي هتزيد بنسبه كبيره جدا. طيب دكتور امجد، الدول اللي ابتدت يعني كانت مطبقه حظر شامل منع يعني بدرجه كامله او شبه كامله انتقال وتجول المواطنين والحركه التجاريه والعمل وخلافه،
لما ابتدت يعني سجلت انخفاضات في عدد الإصابات والوفيات، هل مع بداية العودة تدريجيا للعمل والتعايش أو محاولة التعايش مع الفيروس زي ما قالت منظمة الصحة العالمية، هل في دول هتنجح أو تتوقع أن في دول أو حضرتك شفت في دول استطاعت أنها تعدي المرحلة فعلا وقدرت تتعايش مع هذا الفيروس بدون انتكاسة مرة تانية في أعداد ارتفاع عدد المصابين والوفيات؟ الرهان على ذلك على حاجات كتير جدا. أول حاجة وعي الناس وامتثالهم، فهمهم لطبيعة الموقف إيه، إن أنا في موقف أنا ما فيش علاج لهذا الفيروس وما فيش لقاح لهذا الفيروس وأشغال الناس واقتصادياتها هبتدي تقع، هضطر إن أنا عرفت طرق الوقاية إيه أو طرق الانتقال إيه، هبتدي أعمل إجراءات احترازية، إن أنا هبتدي كمامة، هعمل تباعد اجتماعي. ده وعي شعب، إن أنا هبتدي أفهم إن أنا خلاص هضطر إن أنا أتعايش وأتعامل، أتعامل بإجراءات احترازية ووقائية، هتعدي المرحلة بأمان زي ما عملت ألمانيا. ألمانيا الشعب الألماني والحكومة عاملة نفس القصة، الحكومة بتطبق إجراءات احترازية وقوانين صارمة لذلك، والشعب يعي هذه المشكلة، فابتدي إن هو يدرك إن هو في مهمة، بينزل لعمله بتباعد اجتماعي، بارتداء كمامة، هو عارف إن هو كده مش هيصاب، هيشتغل بهذا المنهج والطريقة، هيحصل انحناء للكيرف تماما وقد تختفي من عندهم الأعراض تماما. ولكن لو احنا عملنا تعايش وإن الشعب ما طبقش هذا التعايش بطريقة سليمة، هتحدث انتكاسات مرة أخرى ويحدث انتشار مجتمعي مرة أخرى لهذا. عشان كده مصر هتعمل تعايش يجب أن يكون مطبقا بقوانين صارمة للناس وملزم ليهم، إن هو لازم يكون في تباعد اجتماعي، لازم يكون في إجراءات صارمة نحو ارتداء الكمامات في المصالح الحكومية وفي التجمعات وفي المواصلات. لو احنا رهننا على وعي الشعب بس زي ما عملت بعض الدول هتحصل انكسار. وعي الشعب لازم يجب أن يكون مقرون بإجراءات صارمة تلزم الناس بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية. لو الناس ما التزمتش للأسف العدوى هتنتشر مرة أخرى وهتزيد تاني. فاحنا هنجرب بعد العيد هنشوف مدى التزام الناس، القوانين اللي هتطلع دي هتبقى ملزمة للناس ان هم يلبسوا كمامات، يعملوا تباعد اجتماعي. اتمنى ان الناس تعي خطورة المرحلة دي ويطبقوا الاجراءات بحذافيرها. مفيش حاجة اسمها استهتار، مفيش حاجة اسمها طب انا كويس البس كمامة ليه؟ لا يا فندم، حضرتك ممكن تبقى كويس ولا تعلم انك مصاب وممكن ما يجيش اعراض نهائيا لهذا المرض وانت بتنشره في المجتمع باستهتارك دوت. ارتدائك للكمامة ده لو انت مصاب، كحتك مش هتخرج بره، عدسك مش هيخرج بره، احنا كده منعنا نقل العدوى للاخرين ونقلها لكبار السن. انت لبست كمامه، انا لبست كمامه، فرص انتشار العدوى هتقل بنسبه كبيره جدا، حده الموضوع. ومع الوقت اصلا الفيروس ان شاء الله بيضعف بالتدريج من انتقال لشخص التاني، يبقى احنا راهنا على وعي الناس، اجراءات احترازيه، ضعف الفيروس مع الوقت، في هذه الاحوال سوف يكون منحنى بتاعنا بيقل بالتدريج. طيب دكتور، البعض كان بيتحدث عن ان مع ارتفاع درجات الحرارة ربما سيقتل او ينتهي او يقل انتشار هذا الفيروس بين الناس، الى اي مدى الكلام ده اثبت علميا صحيح خصوصا بالنسبة لحالة فيروس كورونا المستجد؟ وهل فعلا الدول اللي ارتفعت فيها درجات الحرارة سجلت انخفاضات في اعداد الاصابات بين مواطنيها او انخفاض او انحسار لهذا الفيروس؟ هذا الجدل الطبي حول الحرارة لم يحسم حتى الآن، بمعنى أن في دراسات قالت أن الشمس بحرارة عالية جدا قد تقتله، دراسات أخرى قالت قد تضعفه، لكن المؤكد لدينا حتى الآن أنه ما فيش تأثير على الحرارة مباشرة. أن نقدر أقول أن احنا في موجة حر وفي معدل إصابات مرتفع جدا في دول زي البرازيل، هي دولة استوائية الآن وحرارة مرتفعة جدا وعندها بيك رهيبة جدا من الانتشار، ولكن قد يقل فرص انتشاره. بمعنى إيه؟ إن هو مثلا هذا الفيروس لو موجود في الشارع أو على سطح معين والحرارة العالية، إن كان بيقعد على هذا السطح مثلا 12 ساعة، قد يستغرق وجوده أو انتكاسه في الحرارة العالية ما يكملش ساعة. ودي فرصة جيدة إن الشمس تعتبر تعقيم لهذا الفيروس، مش هتموته، هتقلل من انتشاره، هتقلل من وجوده على الأسطح. مش بقول عليها بدرجة كبيرة جدا إن تكون دي حل للمعضلة، الحل صحيح. الرئيسي هو خصوصا التباعد. هو لو يعني شخص أصيب بهذا الفيروس مش معنى إن الحرارة عالية مش هتقتله جوه جسمه، فهو هيبقى لسه نقل العدوى والتصاقه وعطسه لسه نقل العدوى، ولكن عطسه لو هو على سطح والشطح ده معرض للشمس مش هيقعد الفترة الكافية قدرته إن يكون نقل العدوى. يعني مثلا لو هيقعد على أسطح 12 ساعة ممكن يقل عدد، ممكن يقل عدد لكن بيظل الشخص نفسه المصاب قادر على نقل العدوى ونشرها. تمام، أخيرا نصيحة منح أو يعني نصايح سريعة من حضرتك للأشخاص المصابين بأمراض الحساسية والأمراض الصدرية حتى بعد تخفيف الإجراءات اللي متخذة في الوقت الحالي.
طيب احنا نصيحه سريعه لمرضى الحساسيه، ناس كتير قوي بتعمل عامله ان هو هل انا استخدامي للبخاخات الفتره ديت في مشكله او تعارض مع القانون ولا لا. مريض حساسيه الانف، مريض حساسيه الصدر، ما تسيبش بخاختك، علاجك استمر عليه. مريض السكر، ما تسيبش علاج سكرك، لازم نحافظ على توازن، لان المرضى دول هم اللي بيخشوا مضاعفات خطيره جدا عند الاصابه بكورونا. مريض التليف الرئوي، مريض الحساسيه، واظب على موسعات شعب، واظب على علاجك، واظب على بخاخاتك. مريض السكر، مريض الضغط، مريض القلب، ما تبطلش علاجك. لو احنا حافظنا على 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 صحتك في الفتره اللي جايه دي، رئتك كويسه، سكرك كويس، ضغطك كويس، قلبك كويس، بقدر الله لا قدر الله لو اصبت بهذا الفيروس دخولك في المضاعفات هيكون قليل جدا، لان انت سكرك مظبوط رغم ان انت مريض سكر، ضغطك مظبوط، قلبك مظبوط، رئتك سليمه، واخد موسعات الشعب بتاعتك، واخد علاجك بانتظام. الناس تلتزم بعلاجها الفتره اللي جايه دي، بالذات اصحاب الامراض المزمنه، ان شاء الله نسب الاصابات تقل ونسب الدخول في المضاعفات ليهم هتقل بنسبه كبيره جدا. دكتور امجد الحداد، مدير مركز الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح، شرفتنا يا فندم ومساعد عليك ان شاء الله. شكرا للساده المشاهدين. مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم، بعد الفاصل هنتعرف على اخبار المال والاعمال، اخبار الاقتصاد مع منى الشيخ.